تمنيت لو أن زمن المباريات يمتد لساعات وليس لتسعين دقيقة. هنا سيدخل بدلا من نيمار هو من سيغادر أرضية الملعب في هذه اللحظات. نعم 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 هنا صديقة بدلا من هنا الوفيان بعدما التقيا، لكن هنا ميسي يدخل في هذه اللحظات في أجمل الأحداث وأروع اللحظات وكتب التاريخ. ميسي من سطر التاريخ واسمه أعظم صفحة من صفحات كرة القدم. ميسي من باسمه الألقاب قدميه تحطم واقترنت والفرق بفنه روضت لهذا اللقاء. كرة منقولة أصلت في أول لمسة للجماهير المحظوظة الحاضرة هنا في مدرجات هذا الملعب. نقلة ولمسة دي ماريا يرسل كرة عالية بتعود الكرة من جديد بعد ذلك السالة عند حارس المرمى. هناك إصابة هناك سقوط خطأ كان موجود. أنه في 29 من شهر أغسطس من عام 2021 التي ترى بأن هذه اللحظة كانت بمثابة الحلم لكنه حلم يتحقق. السكوت واقع 32 ينرخي ميسي الطويل في تاريخه الطويل الزاخر. الأسطورة شكل الكثير من الثنائية. تمريرة حاضرة ميسي عند الكرة في مراوغة في كرة لكن في عرقلة في الكرة التي كانت حاضرة في محاولة مرور وتقدم. الركنية عودة ميسي طويلة بعيدة تحولت إلى خارج الملعب من أشرف داح بينما هنا كل الإبداع يظهر. ليونيل يتقدم ميسي لكيليان مبابي فرصة خطيرة ما زالت قائمة هنا من أجل أن يوقع على حضور الأول بهدف أول. هو من افتك في الأخير وابعدت وفي الأخير تحولت إلى خارج وهو من تقدم وهو الذي مرر بعد ذلك باتجاه كيليان مبابي لكنها في الأخير قطعت من المدافع وتحول مرة أخرى. تمريرة حاضرة ميسي عند كرة يتقدم للصورة وصلت إلى خلب من جديد بعد تماما من جانب اللاعب مارشال مونيتسي مدرب نادي أرانس. هذا هو صاحب 22 سنة بالانطلاقة السريعة بينما هنا هذه الكرة التي كان فيها مطالبة بوجود خطأ وحقيقة عملية شد كانت إبداعات جددا. تمريرة حاضرة يونس عبد الحميد يتقدم دريسا ليونيل ميسي عند كرة بالكعب ممتازة جميلة انطلاقة لن تأتي كيليان مبابي يتقدم. هناك مطالبة بفعل في اللقطة الماضية الخطأ ينفذ بصورة سنة ميسي هنا يعني يا مونيتسي يعني العالم ما صدقت عودة. بعد ذلك ميسي عند كرة يحاول فيها سلم الكرة يتقدم يريد أن يمرر وصلت إلى الخلف عن طريق باريد سينقل كرة إلى كيمبيمبي مر بابي وتمريرة باتجاه ميسي كرة قصيرة ميسي عند كرة يتقدم من الرواق الأيسر مرة أخرى عادت الكرة بعد ذلك إلى انطلاقة ميسي عند كرة تمريرة حاضرة باتجاه كيليان مبابي إلى ميسي من جديد وصلت بعد ذلك من الطرف الأيسر لدينا هنا كيليان وصول بعد ذلك عن طريق ميسي عند كرة يحاول فيها ميسي يتقدم لكن الكرة بتعود مرة تلك الليلة التي تعتبر واحدة من أهم الليالي في تاريخ رمية جانبية الصورة ركلة مرمى طبعا أكيد لاعب الذي عاد بعد 45 يوم منذ مباراته النهائية وحينما توج ميسي مع المنتخب الأرجنتيني وحينما أعلن أنه بطلا رفقة زملائه فرقة الحكم تأتي لتعلن نهاية هذه المباراة التاريخية يا أحبة الكرام في ملعب أوغوستو لوظيم. على مستوى المحاولات الفريق الذي سجل هدف لكنه ألغي بسبب التسلل بينما هنا أفيها تاريخي في هذا الملعب لرؤية ليونيل ميسي في أولى مباراة